عاجل، مستشار الكاظمي يكشف حقيقة طلب البنك الدولي رفع سعر الدولار إلى 1660 ديناراً. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حقيقة تقديم طلب إلى العراق لرفع سعر الدولار إلى 1660 دينار لكل دولار أمريكي. وقال صالح في حديث أنه لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي، ولكن الأخير يتابع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء. وأضاف أن صندوق النقد يتابع عجز الحساب الجاري بسبب كساد الاقتصاد العالمي وآثاره المستقرة على اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ما ذكر هي من الأعمال الروتينية التي يقوم بها الصندوق في التشاور مع كافة البلدان. وفي وقت سابق كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أن البنك الدولي طلب من العراق أن يكون سعر صرف الدولار 1660 دينارا لحل أزمته المالية. وذكر الأعرجي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أنه من أجل مساعدة ودعم العراق في حل أزمته المالية طلب البنك الدولي من العراق أن يكون سعر صرف الدولار 1660 دينار. وتساءل الأعرجي قائلا هل سيكون للحكومة والبرلمان موقف موحد سواء بالرفض أو القبول، أم ستستغل بعض الكتل السياسية هذا الأمر للمزايدة مثل ما فعلت ذلك سابقا. وكان البنك المركزي قد أكد في بيان أصدره في وقت سابق أن بيع الدولار الواحد لشركات الصيرفة ب 1460 دينار، ويتم بيع الدولار الواحد للمواطنين ب 1470 دينار، ورفع العراق سعر صرف الدولار بنحو 20% لتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات في الموازنة ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تبنتها الحكومة الحالية. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي أخبارنا لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.